كل عام تقتل مخلفات الحرب القابلة للانفجار أعدادا كبيرة من المدنيين أو تصيبهم بجروح، وهذه المخلفات هي الأسلحة غير المنفجرة التي تترك بعد نزاع مسلح، مثل قذائف المدفعية والهاون والقنابل اليدوية والقنابل والصواريخ. المجتمع الدولي اعتمد عام 2003 معاهدة للمساعدة على الحد من المعاناة الإنسانية الناجمة عن مخلفات الحرب القابلة للانفجار، وتقديم مساعدة سريعة إلى المجتمعات المحلية المتضررة. وعندما توجهنا بسؤالنا للشارع السوري عن كيفية نشر الوعي للأطفال، رصدنا الإجابات التالية. لازم يكون في شوية وعي من قبل الأهالي وجه أولادهم أنه أي شيء بيشوفوه غريب يبعدوا عنه، أنه يا أما أنه المفروض يكون في وعي من قبل الطفل يخبر أهله والأهل يخبروا الجهات المعنية بخصوص هذا الموضوع. وفي فكرة لازم نتوجه لها أنه ممكن تكون الألغام على شكل ألعاب أو صناديق صغيرة بتجذب الأطفال لأنه يعرفوا شو موجود بضمن هذا الصندوق. اللغم يعني بيكونوا حاطينه بغزانة، يا مثل اللعبة تقريبا، يا على شكل خيط، يا على سيارة صغيرة تقريبا، أو لعبة صغيرة باربي أو شيء تقريبا هيك شيء. يعني إذا عم يكمسوه الأولاد عم يفكروا لعبة، هو عم يفجر. يعني هذا اللغم لازم نتحذر منه للأطفال خاصة. طبعا هلأ الواحد لازم ينتبه، مثلا بالأماكن المدمرة بده يروح الولد، بده يكون الأكيد بده ينتبه، وأهالي بده ينبهوه كمان أنه ممكن يكون اللغم على شكل لعبة، على شكل أي شيء بيلفت نظره للولد. لازم ينتبه، لازم كمان الأهالي يتوعي ولادها أكيد على القصة هاي. نحن بنوجه الأهالي من خلال أنه حملات التوعية اللي عم تصير مثلا عن طريق الإعلام أو عن طريق الوزارات، وزارة الداخلية أو وزارة الثقافة أو كذا، ومن خلال الأهالي هن يعني الحاضنة الأساسية للأولاد، أنه يوعوا أولادهم أنه إذا شفتوا شغلة لا تقربوا عليها، خبرونا، ومو كل شغلة شوفوها تقربوا عليها. من هيك يعني من خلال هيك لازم نوعيهم. طبيعي نحن بعد حرب 10 سنين يكون في مخلفات لهي الحرب، يكون في لغم أرضي، يكون في أي شيء ممكن مثلا يأذي أطفالنا، يأذي أولادنا. عندي طفل تقريبا عمره 3 سنين، هلأ بدي بلش أنا وعي بأنه هذا اللغم ما يقرب عليه، بلش وعي بأنه في شيء ممكن يأذيه بالطريق. بدي حاول قد ما فيه مثله بأنه ممكن إذا قربت من هذا الشيء ماما يفقع فيك، يجرحك، يأذيك، ينزل منك دم. يمكن بلعبة بسيطة من ألعابه مثله بأنه كيف إذا دقر هذا الشيء يأذي للعبة. وحاول ما عليه بدي اجرح له مشاعره شوي مشان يعرف بانه بيأذيه. ممكن مثلا جيب له لعبه بحبها هو، اجرح له اياها او اشطب له اياها انه شوف ماما كيف صار فيها لانه دقرت هذا الشيء. لازم ننشر الوعي نحن بمجتمعنا خاصه الاطفال، يعني في حال وجود اي جسم مخلفات لازم نخبر الجهات المختصه. طبعا هي فورا رح تكون بالواجب. طبعا في ارقام بينشروها للجهات المختصه، هي مسؤوله عن هيدا الشيء، وإن شاء الله بينتشر الوعي والأمان ببلدنا وبترجع الأمن والأمان. بهذه الآراء عبر الأهالي والشباب السوري عن نصائحهم وطرق نشر الوعي في حال تعرض أطفالهم لإحدى مخاطر مخلفات الحرب والألغام المتفجرة بأنواعها وطرق حمايتهم للحفاظ على أمنهم.